أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى النقطة الثانية، إلى التسلسل الثاني، ونقتبس هذا المبحث والعنوان هو شمة عرفان والاضطراب، الصدر والحكيم صراع واتهام متبادل بالعمالة لصدام، مآسي الحوزة. لنذهب إلى كلام الأستاذ الصدر في المصدر مواعظ ولقاءات. هذا هو الكتاب مواعظ ولقاءات السيد الشهيد محمد الصدر، هذه شبكة ومنتديات جامع الأئمة، من هذا الموقع أنزلنا الكتاب مواعظ ولقاءات السيد الشهيد محمد الصدر، شبكة ومنتديات جامع الأئمة، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، دار ومكتبة البصائر. واللقاء الثاني، اللقاء الصوتي الثالث، اللقاء الصوتي الثالث أيضا في صفحة 147، أيضا اللقاء الذي أجراه سماحة الشيخ عبد الستار البهادلي مع الشهيد الصدر في صفحة 164 في مواعظ ولقاءات. في اللقاء الثالث قلنا أيضا يأتي سؤال من الشيخ أيضا عن إشاعات عن مدرسة آل الحكيم أنها مغصوبة لنكبر الصورة، في صفحة 164 مواعظ ولقاءات. هذه هنا السؤال، الشيخ يقول: من هذه الإشاعات التي تدور حول جامعة الصدر الدينية، يقول أنها مغصوبة، جامعة الصدر الدينية مغصوبة من آل الحكيم، وأن آل الحكيم قد عرضوا أمرها على دوائر الدولة وأصدروا كتابا لاستردادها أو أمرا باستردادها. سيدي، ما هي قصة هذه الجامعة وما هو رأيكم بهذه الإشاعات؟ إذن القضية واضحة، تبين لنا مما سبق في اللقاء السابق، تبين لنا أن الأستاذ يقر، يعترف بأنه قد حصل على جميع المسؤوليات من صدام، ومن هنا قلنا تمسك بها بالأيدي والأرجل والأجساد وعض عليها بالأسنان، بدأ يغتصب المدارس، بدأ يغتصب المدارس مثل ما يفعل ابنه المجرم الطاغوت المعتوه الآن، كما هدم المساجد وكما قتل الأبرياء من الشباب والأطفال. نفس المنهج، نفس السيرة، نفس السلوك، نفس الكلام، نفس التصرف، نفس الاضطراب، لا يوجد فرق. من يتحدث عن الفرق فهو جاهل. هذا المنهج على منهج الأب، على منهج الصدر، لا فرق بينهما. التفت جيدا، يعني الآن حتى لو كان مجبرا على قبول الحوزات والتسلط والإقامات، هل يستغل هذه للبطش بخصومه؟ هل يغتصب المدارس؟ هل يمنع الإقامات عن الآخرين؟ لاحظ التناقض، لاحظ الاضطراب، لاحظ العشوائية، لاحظ الصبيانية. إذن هو يسلم بأنها مغصوبة، يسلم بأنها لآل الحكيم، لماذا أخذت المدرسة منهم بقوة الدولة وبقوة الأمن؟ يقول أنها مغصوبة من آل الحكيم، وأن آل الحكيم قد عرضوا أمرها على دوائر الدولة وأصدروا كتابا لاستردادها وأمرا باسترداده. لاحظ الجواب كيف سيأتي، يعني غرابة في الكلام، لا يصدر من إنسان عاقل، لا يصدر من إنسان سوي، يأخذ مسؤوليات الحوزة بأكثر من 95% ويغتصب مدرسة الحكيم، ويتوجه الحكيم إلى صدام لإرجاع مدرسته المغصوبة من الصدر. لاحظ ما هي المقاييس، الصدر هو صاحب 95% الصدامية، يعترض على الحكيم صاحب 1% من الصدامية أو صاحب 5% من الصدامية، أراد أن يرجع مدرسته، فالتجأ إلى صدام الذي أعطى كل المسؤوليات للصدر. لاحظ كيف يقلب الحقائق، كيف يقلب الوقائع، فيقول بأن الحكيم لو فعل هذا فهو عميل، وأنا ليس عندي أي دليل، ليس عندهم أي دليل ضدي على عمالتي لصدام. أي مقارنة هذه؟ أي كلام هذا؟ أنت الذي أقررت، أنت الذي اعترفت قبل قليل كما قرأنا، اعترفت بأنك أخذت كل شيء من صدام،
وهو الحكيم رجع إلى صدام لإرجاع مدرسته وانتهى الأمر. لاحظ كل الصراع تحت ظل النظام، تحت ظل الدولة، تحت ظل الحاكم، تحت ظل الطاغوت، تحت ظل المحتل. يقول: لا أريد أن أثير الأمور التاريخية، السيد الشهيد، لا أريد أن أثير الأمور التاريخية القديمة لأنني قلتها وكتبت فيها استفتاءات وانتهى الحال، وإنما علينا بواقعنا الفعلي. يعني يغتصب والآن يقول لك هذا واقع حال نتعامل مع هذا، تعال نتصالح وأواصلك وتواصلين وانتهى الأمر والمدرسة تبقى مغصوبة عندي. هذه لغة الميليشيات ليس أكثر من هذا، كما يحصل من أتباعه الآن. يقول: وإنما علينا بواقعنا الفعلي. واقعنا الفعلي يعني أنني لم أقصر لو صح التعبير، وإنما هذا بفضل ربي. لاحظ، مع الاغتصاب يعطي لنفسه خصوصية ويمنح لنفسه الأوسمة والأجر والثواب. لاحظ كيف يقرأ الأمور وكيف يقيس الأمور وكيف يستنتج ويرتب عليها من نتائج. يقول: يعني أنني لم أقصر لو صح التعبير، وإنما هذا بفضل ربي. لاحظ كنا في صفحة 164، الآن 165. يقول: وإنما هذا بفضل ربي حينما جعلت هذه المدرسة تحت سيطرتي. نكبر الصورة إن شاء الله، هذا في صفحة 165. الآن صار يعني مع الاغتصاب صار هو المتفضل على آل الحكيم وعلى الحوزة وعلى المذهب وعلى الإنسانية. يقول: جعلت هذه المدرسة تحت سيطرتي، وإنما نفعت بها المجتمع من ناحيتي. الآن يضيف أكثر من هذا: تحمل المشقة المسكين، يقول: غرامات مالية وإزعاجات وترتيب وتنظيم الدراسة. من الذي يجبرك على هذا يا سيدنا؟ ارجع المدرسة إلى أصحابها وانتهى الأمر، ارجع المدرسة إلى الحكيم وانتهى الأمر. مقاييس باطلة. يقول: جعلت هذه المدرسة تحت سيطرتي، وإنما نفعت بها المجتمع من ناحيتي، ليست إلا غرامة مالية وإزعاجات وترتيب وتنظيم الدراسة ونحو ذلك من الأمور، ليس أكثر من ذلك، وإنما المصلحة العامة التي أنا كفلتها بسببها لو صح التعبير هو الأهم. فمن هذه الناحية ماذا كان يفعل آل الحكيم لو كانت عندهم المدرسة؟ أيضا الشيء من هذا القبيل أيضا ينفع الدين والمذهب. أيضا أنا نفعت الدين والمذهب، يقول، لو كانت عندهم سيفعلون مثل ما أفعل، إذن أرجعها لهم بدل هذا القيل والقال. لماذا تغتصب هذه المدرسة إذا كان الحكيم يقوم بما قمت به أنت الآن؟ يقول: أنا نفعت الدين والمذهب، أنا لم أفعل شيء آخر. ماذا تريد؟ يقول: كان في ودي جيدا و100%، وأنا سعيت في ذلك، أو سعيت في ذلك إلى رفع هذه الحزازة بيني وبين آل الحكيم. ماذا يريد؟ ما هو الحل؟ أي إنسان بسيط حتى لو كان من الأطفال من الصبيان، ما هو الحل؟ يقول: ترجع المغصوب إلى أهله، ترجع المدرسة إلى الحكيم وانتهى الأمر. لا يريد أن يرجع المدرسة، يريد أن ترجع العلاقات، يواصل آل الحكيم ويواصله آل الحكيم حتى يسكت الناس، ليس أكثر من هذا. أما أرجاع المدرسة فغير وارد في ذهنه في فكره. يقول: كان في ودي جيدا و100%، وأنا سعيت في ذلك لرفع هذه الحزازة بيني وبين آل الحكيم، لأن هذه الحزازة لا تنصر إلا العدو المشترك في الحقيقة، ولا تفت إلا بعضد المذهب في الحقيقة. يقول: وأنا تعمدت أن أذهب إلى بعض فواتحهم بالرغم من أنهم كأنما لا يرجحون ذلك، لكنني ذهبت في سبيل حفظ المصلحة العامة والعلاقة الحوزوية، فما كان الألطف أنه يقولون أنه لا فرق بيننا وبين السيد الصدر، وكلنا حوزة ونتعاون معا على إحياء هذه المدرسة الجليلة وعلى هذه الدراسة التي فيها، ما الضرر في ذلك؟ هذا السؤال وجهه لنفسك أولا، لماذا لم تذهب إليهم قبل اغتصاب المدرسة وتتفق معهم على التعاون؟ لماذا اغتصبت المدرسة؟ لماذا لا ترجع لهم المدرسة وبعد هذا تتفاهم معهم وتتعاون معهم؟ يقول: هذا أنا ودي، ولا زال ودي وصوتي لربما من هذا الشريط يصل إليهم، وبابي مفتوحة، وإذا أرادوا كلام كثير لا معنى له، وإذا أرادوا أنه أنا أذهب لأجل ترتيب المطلب أنا أذهب، أو أرسل من يخصني في ذلك وأنا بالخدمة، ولكنه شيء مربوط بهم وليس مربوطا بي. المدرسة عندك، أنت اغتصبت المدرسة
سلم لهم المدرسة وانتهى الأمر، ويقول هذا الشيء مربوط بهم ليس مربوطا بي. المهم أنه في ودي ذلك، هذا من هذه الناحية. يقول: وطبعا لا أعرف أنه ماذا يفكرون، هل من مصلحتهم أنه يشاع عنهم هذا المطلب، وهو أنهم استصدروا باصطلاح الإشاعة من القصر، من القصر الجمهوري، من قصر صدام. يقول: ماذا يفكرون، هل أنهم من مصلحتهم أن يشاع أنهم أرجعوا المدرسة عن طريق القصر الجمهوري، عن طريق صدام؟ يقول: هذه تعتبر سب عليهم، هذه مثلبة عليهم، هذه عمالة لهم تسجل عليهم. ونسي أنه حصل على كل صلاحيات الحوزة والضغوط التي تصدر منه تجاه منافسيه كالحكيم وغيره، هي بفضل القصر الجمهوري، بفضل صدام، بفضل الحرس الخاص، بفضل قوى أمن صدام. يقول: وطبعا لا أعرف أنهم ماذا يفكرون، هل من مصلحتهم أن يشاع عنهم هذا المطلب، وهو أنهم استصدروا باصطلاح الإشاعة من القصر، استصدروا من القصر كتابا يخص إرجاع المدرسة من السيد محمد الصدر إلى السيد سعيد الحكيم. في الحقيقة الآن والمدرسة لا زالت بيدنا، هذه الإشاعات أضرتهم، فضلا عما إذا حصل استرجاع، إذا حصل استرجاع للمدرسة من القصر الجمهوري ستسجل عليهم هذه، ويكون مستمسكا حقيقيا لأجل هذا المطلب الذي يضر بالحوزة في الحقيقة. يعني يريد أن يقول: التعامل مع صدام، العمالة لصدام، الاستعانة بالقصر الجمهوري، الاستعانة بقوى أمن صدام، الاستعانة بالحرس الخاص، يضر بالحوزة في الحقيقة. يعني الحكيم وقد استعان بصدام، بالحرس، بالقصر، بالأمن للحصول لاستنقاذ 1% من صلاحيات الحوزة، أراد فقط إرجاع مدرسته التي اغتصبها محمد الصدر، وهذا يعتبر من العمالة. وأما قبول الصلاحيات بنسبة 95% من صدام ليست بعمالة، هذه وطنية، هذه مقاومة لصدام، هذه ثورية، وهذه مقاومة عارمة وشرعية ومذهبية ودينية ضد النظام، هذه المقاييس الباطلة. يقول: ويكون مستمسكا حقيقيا الذي يضر بالحوزة في الحقيقة، ويكون مستمسكا حقيقيا لأجل هذا المطلب الذي يضر بالحوزة في الحقيقة. أنا حينما كانوا يتكلمون علي بأنه أنا لي علاقة مع الأطراف الفلانية، يعني مع الدولة، مع صدام، مع القصر، مع الحرس. يقول: أنا حينما كانوا يتكلمون علي بأنه أنا لي علاقة مع الأطراف الفلانية، مع صدام، مع الحرس الخاص، مع أرشد، مع روكان، أو أسماء من هذا القبيل، أو ترجع إلى الحرس الخاص الذي يكلفه أو كلفه صدام للتواصل مع الأستاذ الصدر، أنا لي علاقة مع الأطراف الفلانية، لم يكن ولن يكون وإلى الآن، وإلى الآن ما موجود مستمسك حقيقي ضدي. التفت، قبل قليل قرأنا عليكم الإقرار والاعتراف منه بأنه حصل على كل شيء، وحصل على كل شيء من صدام، وتمسك به بقوة وبكل ما أوتي، والآن ينكر كل ما قال. أي اضطراب هذا؟ أي عشوائية في التفكير هذه؟ أي ظلامية هذه؟ يقول: أنا حينما كانوا يتكلمون علي بأن هنالي علاقة مع الأطراف الفلانية، لم يكن ولن يكون وإلى الآن ما موجود مستمسك حقيقي ضدي بشيء من هذا القبيل. إذا نكبر الصورة، يقول: لا يوجد مستمسك ضدي بشيء من هذا القبيل، وإنما هي أوهام. يقول: لا يوجد مستمسك ضدي بشيء من هذا القبيل، وإنما هي أوهام وإشاعات لا أكثر ولا أقل. يعني هذا إقرار منه بأنه هو صاحب الأوهام والإشاعات على نفسه، لأننا قرأنا لكم قبل قليل هو الذي أقر واعترف في لقاء سابق، ويقول هذا الكلام من الأوهام والإشاعات، إذن هو صاحب الأوهام والإشاعات. يقول: وإنما هي أوهام وإشاعات لا أكثر ولا أقل، لكنه إذا أرجع المدرسة فسوف يكون مستمسكا حقيقيا من هذا القبيل،
ونحن طبعا لن نتورع أن نقول للناس هذا المعنى، يعني لو أخذت المدرسة سنقول لهم بأن هؤلاء آل الحكيم، بأن محمد سعد الحكيم عميل لصدام، عميل للقصر الجمهوري، عميل للحرس الخاص، عميل لأمير صدام. أخذ المدرسة بقوة الدولة، بقوة الأمن، بقوة الحرس الخاص، بقوة القصر الجمهوري، بقوة صدام، ونسي أنه حصل على كل شيء من الحوزة واستحوذ على الحوزة بقوة صدام. يقول: ونحن لن نتورع أن نقول للناس هذا المعنى، أنه أخذت المدرسة منا بأمر من الدولة ودفعت إلى السيد سعيد الحكيم، فهل يرضى السيد سعيد الحكيم بهذه النتيجة؟ بطبيعة الحال أنا لا أرضى له بهذه النتيجة، كما لم أكن أرضى لنفسي بهذه النتيجة. أنا لا أرضى له بهذه النتيجة كما لم أكن أرضى لنفسي بهذه النتيجة. إذا ماذا فعلت؟ أنت الذي أقررت، أنت الذي اعترفت أنك حصلت على كل شيء من صدام، من القصر الجمهوري، من الحرس الخاص، من الأجهزة الأمنية، فأي كلام هذا الذي يصدر منه؟ لا أعلم، الله العالم كيف يفكر، كيف ينكر كل هذا وهو الذي اعترف به؟ هذا هو الاضطراب، هذه هي الانفصام بالشخصية. هؤلاء أتباعه، هؤلاء أولاده على نفس المنهج، يقولون شيء وينكرون من هنا، يفعلون هذا وينكرون من هنا. هذا اضطراب نفسي، هذا اضطراب نفسي، هذا اضطراب عقلي. يقول: بطبيعة الحال أنا لا أرضى له بهذه النتيجة كما لم أكن أرضى لنفسي بهذه النتيجة. فمن هذه الناحية، وإنما أنا الذي أقول بأنه نتعاون معا على إنجاح المذهب وعلى إنجاح الحوزة وعلى إنجاح الدراسة، ليس أكثر من ذلك، وأهلا به وسهلا. وأنا أتوقع منه أن يقول لي أهلا وسهلا، وليس أن نتعامل تعامل الأعداء والعياذ بالله، لأنه لسنا أعداء في الحقيقة. يقول: حينما أنا وصلت وساطة أهل الاختصاص بأنه أذهب إلى بيت سيد سعيد، أي محمد سعيد الحكيم، لأنه كانت عنده في كل سنة وفي 10 عاشور تعزية حسينية، فأنا أذهب إلى هذه المناسبة وبابه مفتوح، وأنا أدخل مع الداخلين وأخرج مع الخارجين. فذهبوا فسألوه، يقول واحد من الثقات، وأكثر من واحد من الثقات يقول جواب: أنا بيني وبينه لا يوجد شيء إلا شيء واحد، وهو قضية المدرسة، ليس بيني وبين الصدر شيء، فقط المدرسة. ما هو الحل؟ الصدر يرجع المدرسة للحكيم وانتهى الأمر. يقول: قلت له: أنا لست بذاهب لأجل إرجاع المدرسة. إذن لماذا تريد أن تذهب؟ فقط يريد الصلح حتى يوقف الكلام ضده، ليس أكثر من هذا، لأن يوجد في الخارج كلام ضده بأنه مغتصب للمدرسة، بأنه اغتصب المدرسة من آل الحكيم، بأنه عميل للدولة وبقوة الدولة قد أخذ المدرسة. حتى يسكت هذا الكلام، يقول: أتصالح مع الحكيم حتى يقال للناس لا يوجد شيء، وتصالحوا، وهذا يواصل هذا وهذا يواصل هذا، نفس الأسلوب الآن. يقول: أنا لست بذاهب لأجل إرجاع المدرسة، وإنما كل ما في الأمر لأجل حفظ المصلحة العامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد الاطلاع على المصدر، مواعظ ولقاءات والمصائب التي فيه، أكرر ما قلته سابقا وأؤكد عليه، للتاريخ أوثق إن المرجعية المصنوعة صداميا قد تمسك بها الأستاذ الصدر بكل قواه، بالأيدي والأرجل والأجساد، وبعض الأسنان، وبعض الأسنان، وبعض الأسنان. فأي شجاعة تزعمونها للصدر، وأي مقاومة لنظام صدام تدعونها للأستاذ، وأي أعلمية للصدر يتحدثون عنها، وأي عرفان مزعوم مكذوب ينسب للصدر الأستاذ. هذا نموذج بسيط من منهج المكر والتزييف وقلب الحقائق كليا رأسا على عقب. فالجبان يصير شجاعا والعميل يصير مقاوما. هذا نموذج بسيط من منهج المكر والتزييف وقلب الحقائق كليا رأسا على عقب. هذا نموذج بسيط من منهج المكر والتزييف وقلب الحقائق كليا رأسا على عقب. فالجبان يصير شجاعا والعميل يصير مقاوما وطنيا، والجاهل يصير عالما عبقريا، والقاتل الميليشياوي يصير داعيا للسلام إنسانيا. وبهذا الأسلوب وعلى هذا المنهج، منهج القوي والمتسلط والمشعوذ، تتم كتابة التاريخ والعقيدة والدين.
إذن هذا هو النموذج، هذا نموذج بسيط من منهج المكر والتزييف وقلب الحقائق كليا رأسا على عقب، هذا هو منهج القبورية. فالجبان يصير شجاعا، والعميل يصير مقاوما وطنيا، والجاهل يصير عالما عبقريا، والقاتل الميليشياوي يصير داعيا للسلام إنسانيا. وبهذا الأسلوب وعلى هذا المنهج، منهج القوي والمتسلط والمشعوذ، تتم كتابة التاريخ والعقيدة والدين. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.